السلام عليكم. مشكلة الموسوس أمران، الأول أنه يجعل شكوكه في منزلة اليقينيات، الثانية أنه يجعل شكوكه الطارئة تنقض اليقينيات السابقة. كل موسوس لا بد أن يقع في هاتين المشكلتين. طيب وما علاجه؟ علاجه أن لا يسقط اليقين بالشك، وأن لا يبني حكما على مجرد وهم وخيال تخيله. والله لو يعتمدها الموسوس هالأمرين هذه، أن لا يجعل الشك ناقضا لليقين، وأن لا يبني على مجرد شكه ووهمه وخياله حكما شرعيا، والله يشفى بإذن الله عز وجل، لكن تحتاج إلى شيء من المشاهدة. أسأل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يعينهم على الخلاص من ذلك الأمر، والسلام عليكم.